يقال انه لها قصه وكيف سموها فتوش، انه بسنه 1862 تهجروا المسيحيين جراء الحروبات اللي صارت، اجوا من جبل لبنان على زحله واستقبلون واهلا وسهلا فيهم وما ادري شنو، وعزمون بيت فتوش على الغداء وهن صايمين، وغدا كان في لحمه وكان في سلطه، بقى ما بياكلوش لحمه، اضطروا ياكلوا السلطه بالخبز. شافوا البطرك غريغوريس يوسف الله يرحمه وقتها تكريما للبيت اللي قدم له السلطه ومع الخبز سميها اسمه لانه كانوا من بيت فتوش، وهيك انتشرت بكل زحله وصاروا ياكلوها مع الخبز. كانوا ياكلوا السلطه سلطه بالقبل، صارت هلا بكل بيوت وقت الصام ياكلوا الفتوش مع الخبز، ومن زحله انطلقت لكل حوالين زحله، ومن زحله على لبنان، ومن لبنان على العالم اذا بدكم، وهي من اطيب الاكلات اللي مين ما كان بيطلبها وقت بيقعد بمطعم بلبنان.